الحزب في ملجأ الحكومة كان من ألعاب الصغار في زمن مضى، لعبة خلاصتها أن يطوف فتى حول دائرة يشكلها الرفاق على إيقاع ترنيمة جماعية حاملا محرمة يرميها خلف واحد منهم، تحدده نهاية الترنيمة ليكون المدعو التالي للجري حول الحلقة وللسعي في محاولة التخلص مما يحمل إلى توريط غيره. هذه حالنا اليوم بعد وصول سفينة الإنتاج إنرجي باور إلى حقل كاريش لتبدأ عملية استخراج الغاز من الحقل المتنازع عليه مع لبنان. الكل يريد رمي المحرمة وراء ظهر الدولة، والأعلى صوتا هو الأكثر خوفا من أن يكتشف أنها خلفه وأن عضلاته لا تحميه من ورطة حساباتها أبعد مما اعتاد على تكراره من عروض قوة يوهم الآخرين بأنها لا تقهر. كل ذلك يجري تحت نيران كثيفة من التصريحات ورسائل التشاور بين بعبدة وعين التين والسراي، فيما المشهد العام يوحي بأن الدولة اللبنانية ليست سوى كونفدرالية تربط بين أصحاب النفوذ من دون اعتبار المؤسسات، وتسمح لتضامنهم أن يقفز فوق القوانين وحتى فوق الدستور، وهي حالة فجة أظهرها ترك الحكومة ورئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب التفاوض باسم لبنان مع الموفد الأمريكي على وضع اتفاق إطار لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في غياب أي دور للحكومة. انطلقت المفاوضات في الناقورة في مقر الأمم المتحدة بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية، وتوقفت في أيار من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها التي كان يفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعة بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعة. لا يمكن لأي ولدنة أن تبلغ هذا الحد من الاستخفاف الذي تعاطى به العهد القوي مع قضية مصرية. ما يهم اليوم هو على أي خط سيسير لبنان، الخط 23 أم الخط 29؟ بعد نومة أهل الكهف نحو سنتين منذ العام 2020 استكملت خلالهما إسرائيل أعمال التنقيب الواجبة، يستيقظ رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تجتمع الحكومة وتأخذ قرارا وطنيا بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وتبني الخط 29 وإرساله إلى الأمم المتحدة، وهو المرسوم الذي ينام عليه رئيس الجمهورية ويواريه بين الملفات التي لها عنده حسابات تتصل بما بعد ولايته وتسهل في تقديره ربما وصول الخريف المنتظر إلى بعبدة. في هذا الوقت لا يألو حزب الله جهدا لتمرين عضلاته المعنوية، فيهدد أمينه العام حسن نصر الله بأن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها، ولا يلبث نائبه الشيخ نعيم قاسم أن يوفر له مخرجا من هذه الحشرة بأن يرمي الأزمة على عاتق الدولة اللبنانية ويزعم تقديم وصفة عملية بقوله بأن المسألة الآن تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية. هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟ مضيفا عندما تقول الدولة إن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد، أما إذا لم تقل الدولة ذلك فسننتظر حتى يحسم هذا الأمر ويتخذ القرار. الحزب المعني هو الحزب نفسه الذي فتح حرب تموز عام 2006 من دون أن يمهل الدولة لتحمي البلد من الدمار الشامل الذي لف الوطن، وهو الحزب الذي يرسل الطائرات المسيرة عبر الحدود لتعرف بها الحكومة عبر وسائل الإعلام العالمية. لكن اليوم ستكون الحكومة من يحمي الحزب من نفسه ومن غلوائه الإعلامية. إذن حرب وقود بحرية أم لا حرب؟ يرد دبلوماسي أوروبي: لا تصدقوا ما تسمعه آذانكم واسألوا زوار واشنطن فلديهم حدود أدوار كل الأطراف.